أيضا نقرأ في هذه الجولة: نائب رئيس مجلس السيادة يصل جوبا. وصل لمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الاثنين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرافقه أعضاء من مجلس للمشاركة في اجتماعات الآلية التي شكلتها قمة عنتيبي الأخيرة لمتابعة تنفيذ سلام الجنوب. ويضم الوفد المرافق لدقلو الفريق ركن ياسر العطا ومحمد حسن التعايشي وعائشة موسى ومحمد الفكي سليمان ووزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي في زيارة تستغرق يومين. ويشارك النائب الأول والوفد المرافق له في اجتماعات الآلية التي شكلتها قمة عنتيبي لمتابعة تنفيذ المهام المحددة خلال 100 يوم لتنفيذ الترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان بين حكومة جنوب السودان وزعيم المعارضة الجنوبية دكتور رياك مشار تنفيذا لاتفاقية الخرطوم لسلام جنوب السودان. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي في تصريح صحفي عقب وصول الوفد أن الغرض من الزيارة هو الاطمئنان على سير تنفيذ الاتفاق السياسي في دولة جنوب السودان، وأشار إلى أن السودان مهتم جدا بمسألة الاستقرار السياسي وضرورة الوصول إلى اتفاق خلال 100 يوم المتفق عليها. وقال التعايشي إن هناك إشارات إيجابية تجاه تنفيذ الاتفاق وإن الاستقرار السياسي مهم لدولة جنوب السودان والسودان والمنطقة بشكل عام، وأضاف: السودان على تواصل مستمر ومباشر مع الأطراف الجنوبية لتحقيق السلام في جنوب السودان. يعني هذا الوفد الذي يعني يضم أعضاء مجلس السيادة وأيضا وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي للترتيبات الأمنية والحكم، يشارك السودان، هل سيشارك السودان في صياغة الحكومة الجديدة في جنوب السودان أم أنه فقط سيقدم توصيات وربما استشارات يعني لهذه الحكومة؟ هو السودان ربما أنه مكلف من اللجنة، لجنة العون الاجتماع الثلاثي اللي انعقد في عنتبه، لأنه زي ما قلت لك العالم يعني زي فدب من الموضوع ده ومن المسألة الدائرية، كل ما يعطوهم فترة فأنا بفتكر أنه لجنة الأخ الفريق محمد حمدان حميتي هي لجنة ماشية تدشن إشراف السودان على أصعب مرحلة وهي مرحلة الترتيبات الأمنية. التدريب الآن في معسكرات اتفتحت تحت قوات غربية بيدربوا في الناس ويكون منها الجيش الموحد، وهي لجنة الإخوة مجلس السيادة من وتحتها في لجنة عسكرية حتستلم العمل على الميدان. الموضوع ده بقراية بعض الفيو والأخ التعايشي مثلا الأخ وزير الحكم الاتحادي فيها أيضا تماسات مع قضايا سودانية برضه، قضايا الحدود والحركات الموجودة على الحدود وقضايا حتى الحركات المسلحة اللي كانت بتتفاوض مع الحكومة السودانية، فكل الأشياء دي حتناقش في الموضوع. لكن مينلي الموضوع هو موضوع دي آخر مرحلة، العالم الآن رفع يده لكن بينتظر المهلة اللي احنا ادينا له دي على سنه، عشان كده سيلفا هو قال انه هذه المرة سيتم تشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة لكن تشكيلها من غير ما ينتهي من بند الترتيبات الأمنية بتبقى في مهب الريح يعني.